دخل باتريس شقته، أقفل الباب، تأكد من أنه أغلقها بالمزلاج. صار خائفا الآن، لم يكن يتصور أنه سيعود، وها هو عاد، وأفهمه أنه سينتقم منه إن أبلغ الشرطة. كان يبدو مصمما، ولا يخامر باتريس الآن أدنى شك في أن الرجل سيقتله إن علم أنه أبلغ الشرطة. ماذا عليه أن يفعل الآن؟ أخذ الهاتف وكون الرقم الذي أعطاه إياه الشرطي. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى. قاتل مارغريتا. في 6 يناير من العام 1988، عثر على جثة مارغريتا سانتوس داخل حجرتها في سكن الحارس الذي ظلت تشغله بعد وفاة زوجها قبل 6 سنوات. كانت حول رقبتها آثار حبل. المعاينة الأولية تدفع إلى الاعتقاد بأن المرأة الستينية خنقت حتى الموت. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لسكان تلك العمارة الواقعة في شارع كليبير بالدائرة 16 في باريس. كانت امرأة وديعة لطيفة خدومة. أجمعت الشهادات التي استقتها الشرطة من السكان على الثناء على المرأة. البعض ممن تم استجوابهم لم يتمالكوا أنفسهم، بكوا. مارغريتا سانتوس، أرملة خيسوس سانتوس، تنحدر من قرية قريبة من مدينة إشبيليا في الأندلس. إسبانية كما زوجها، استقرت عائلتها في فرنسا في 20ات القرن الماضي، وقد سكنت مع زوجها في المنزل المخصص للحارس بتلك العمارة في شارع كليبير منذ العام 65 900 وألف. كانت لهما بنت وحيدة تزوجت من مهاجر مغربي يدعى علال بن حميدان، شاب ينحدر من ترجيست في الريف، كان يسكن رفقة زوجته ألكساندرا وطفليهما رضوان وأنيسة منزلا في حي باربيس الشهير. كان يعمل سائق حافلة، وكانت زوجته تعمل في أحد الأسواق الممتازة. التحريات التي قامت بها الشرطة لم تكشف ما يوجه التحقيق وجهة محددة، ظلت كل الاحتمالات قائمة. كان والد ألكساندرا قد توفي إثر نوبة قلبية في الحسيمة، حيث كان يمضي عطلة صيف العام 82 رفقة زوجته وابنته وصهره علال. نقل جثمانه إلى باريس حيث دفن. حظي الموضوع باهتمام كبير لوسائل الإعلام المحلية. صورة مارغريتا، المرأة الطيبة وهي تبتسم ونظرتها الهادئة من خلف نظارتيها البيضاوية الشكل، أذكت أكثر الفضول والاهتمام. الجميع ينتظر، لما قتلت مارغريتا؟ ومن قتلها؟ 3 أيام بعد اكتشاف الجثة، تقدم إلى دائرة الشرطة رجل من سكان تلك العمارة. اسمه باتريس لوغو، من مواليد العام 47 900 وألف في بوردو. قال إنه يعيش وحيدا ويعمل في إحدى المؤسسات البنكية. قال باتريس لمفتش الشرطة الذي استقبله إنه رأى الذي قتل المدام مارغريتا سانتوس. وقف الشرطي، ما الذي تقول؟ نعم سيدي، لقد رأيته يخرج مسرعا من منزل الحارس، كان في يده كيس يحمل علامة أحد المنتوجات الكحولية. هل تذكر الساعة؟ في حدود 8:30 مساء. كان الشرطي يسجل ما يقوله باتريس، ودون أن ينظر إليه سأله، كيف عرفت أنه المجرم؟ خرج من بيت حارس العمارة، كان يبدو مضطربا، ولما رآني رسم على حنجرته بسبابته إشارة تفيد التهديد بالذبح. لقد خفت يا سيدي، أسرعت إلى المصعد، قبل أن تلغلق بابه رأيته ينظر إلي. هل تستطيع سيد باتريس أن تصفه لي؟ رجل ذو سحنة تميل إلى السمرة، له شعر قصير
كان يرتدي معطفا من البلوجين، له شاربان ويبدو وكأنه لم يحلق ذقنه منذ يومين أو ثلاثة، متوسط القامة. سجل الشرطي ما قاله باتريس، أعطاه رقما هاتفيا وطلب منه أن يبلغ عن الرجل حيثما رآه. على مدى الأسبوع الذي تلا لم يجد جديد، كل الفرضيات قائمة. كان التشريح قد أكد أن السيدة مارغريتا سانتوس ماتت خنقا. علم المحققون أنها كانت تستفيد من معاش زوجها، وكان ذلك إلى جانب ما تتقاضاه من أجر من الشركة العقارية التي تدير العمارة، يتيح لها دخلا شهريا محترما. كانت ابنتها ألكسندرا وكذلك زوجها علال يعلمان أنها ادخرت مبالغ محترمة. بعد 10 أيام، وبينما كان باتريس لوغو ينتظر المصعد في بهو العمارة، فوجئ بالرجل الذي رآه يخرج من مسكن الحارس في المساء الذي سبق اكتشاف جثة مارغريتا. اقترب منها حتى أحس بتنفسه، كان ينظر إلى عينيه، أعاد التلميح له بأنه سيذبحه. قام برسم الحركة ذاتها التي تعني الذبح، ثم أشار إليه بسبابته وابتسم بلؤم لا يخفى. انفتح باب المصعد، دخل باتريس، رآه يغادر العمارة، كاد يجن. دخل باتريس شقته، أقفل الباب، تأكد من أنه أغلقها بالمزلاج. صار خائفا الآن، لم يكن يتصور أنه سيعود، وها هو عاد، وأفهمه أنه سينتقم منه إن أبلغ الشرطة. كان يبدو مصمما، ولا يخامر باتريس الآن أدنى شك في أن الرجل سيقتله إن علم أنه أبلغ الشرطة. ماذا عليه أن يفعل الآن؟ أخذ الهاتف وكون الرقم الذي أعطاه إياه الشرطي. شرطة الدائرة 16، مساء الخير سيدي، أنا باتريس لوغو، هل أستطيع الحديث إلى العميد؟ نعم سيد لوغو، معك العميد فابيان. نعم، أتصل في شأن جريمة شارع كليبير، لقد حضر ذلك الشخص وهددني ثم ذهب، حدث ذلك قبل نحو نصف ساعة. أخذنا علما سيد باتريس، وسنقوم بما يتطلبه الأمر. شكرا سيدي. بضع ثوان بعد أن أنهى المكالمة رن هاتفه. ألو، هل تظن أنني أبلى؟ لقد جنيت على نفسك. من أنت؟ لم يرد عليه وانقطعت المكالمة. تزايدت مخاوف باتريس، صار يحس الآن أن الذي يلاحقه يستطيع أن يصل إليه في كل مرة. كانت الروتينية التي تعاملت بها الشرطة معه لا تدعو إلى الاطمئنان، كذلك كان يحس. في تلك الليلة رن هاتفه مرات متعددة، عاود الاتصال بالشرطة، أرسلت إليه دورية كانت تمر من ساحة تروكاديرو. طرق بابه شرطيان، رجل وامرأة، حاول طمأنته، وبينما كان معه رن هاتفه، لم يجرؤ على الرد. قالت له الشرطية أجب. في الجانب الآخر كان الصوت ذاته يتوعده، إن عاودت الاتصال بالشرطة فسأذبحك، لن أشنقك كما فعلت مع مارغريتا، سوف أذبحك من الوريد إلى الوريد. كان رهيبا ما سمعه، قال للشرطية إنه يحس بأن حياته لم تعد في مأمن. رد زميلها بأن الشرطة ستوفر له الحماية، وما عليه إلا أن يتعاون من أجل الإيقاع بالقاتل. مرت عدة أيام لم يتصل فيها أحد بباتريس، كان ذلك يقلقه. قرر أن يغير مسكنه ولو مؤقتا، جمع ما يحتاج إليه من ملبس واكترى غرفة في فندق صغير لا يبعد كثيرا عن مكان سكناه، وللمرة الأولى منذ عدة أيام تمكن من النوم. لا أحد اتصل به في الهاتف. مر أسبوع على ذلك الحال، جاءت عطلة نهاية الأسبوع، قرر أن يأخذ سيارته ويقصد إلى خارج باريس لاستنشاق هواء نقي والتخفيف من وطأة ما يحسه من إجهاد. كانت سيارته في مرآب العمارة التي يسكنها. نهض باكرا يوم السبت، نزل إلى المرآب، فتح الباب
وأدار المحرك. كان مطمئنا، خرج، أخذ الطريق الدائرية مبتعدا عن قلب باريس. في لحظة نظر فيها في المرآة ظهر له ذاك الذي رآه يخرج من منزل مارغاريتا سانتوس. حسب أنه يتوهم رؤيته، ولكنه أيقن أن السفاح يوجد معه في السيارة لما وضع يده على كتفه قائلا: يا صغير باتريس، ستقود سيارتك بهدوء حيث أوجهك، وإذا ما حاولت القيام بأي تصرف مخالف فسوف أرسم على حنجرتك خطا بهذا السكين. كانت السكين تلمع في يده. ادخل المتنزه على يمينك. كان فضاء أخضر به أشجار كثيفة كاد يتجاوز المدخل. قلت لك ادخل. ضغط بقوة على مكبس الفرامل كاد يصطدم بشجرة. لم يكن باتريس وهو يسوق سيارته والرعب يسيطر عليه لم يكن قد لاحظ أن سيارة رمادية كانت تتبعه. لاحظ ذلك لما رآها تسير وراءه في طريق المتنزه. فكر في فعل ما يثير الانتباه إليه. كان السفاح يراقب كل حركاته. أيقن أنه يقود سيارته إلى حيث سيلقى حتفه. دوت في رأسه تلك الكلمات الرهيبة التي قالها السفاح لما ظهر على المقعد الخلفي للسيارة: إذا ما حاولت القيام بأي تصرف مخالف فسوف أرسم على حنجرتك خطا بهذه السكين. فكر في أن يلقي بنفسه من السيارة، تردد، كاد ينهار. في تلك الأثناء بدا سائق السيارة التي تتبعهما وقد هم بتجاوزهما. ومضت أضواؤه مرتين. توجه باتريس أقصى اليمين، وما أن تقدمتهما السيارة ببضعة أمتار حتى اعترضت سبيلهما. ما الذي يحدث؟ صاح السفاح. لم يرد باتريس. تم كل شيء في ثواني معدودات. اضطر إلى التوقف فجأة. كان قد نزل من السيارة الرمادية رجلان وهما يشهران سلاحهما. جاء أحدهما بمحاذاة نافذة باتريس: انزل وضع يديك على رأسك. كان السفاح مندهشا. أسقط سكينه على أرضية السيارة. نزل باتريس أولا ثم السفاح. لم يقاوم. كان موقنا بأن كل حركة يأتي بها ستقوده إلى حتفه. سيعلم باتريس لاحقا أن السفاح ويدعى جيورجيو إيطالي من صقلية، تعرف على مارغاريتا قبل سنة أو سنة ونصف، وكان يتردد على منزلها. كانت تعده صديقا. يوم ترصد لباتريس وانتظره في سيارته كان قد صمم على تصفيته والتخلص من الشاهد الوحيد في جريمته التي ككل الجرائم لم تكن كاملة. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من الاثنين إلى الخميس على الساعة الواحدة بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة العاشرة مساءً.